بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. هذه ديما لاباس على ديوان فهم الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه متاع العشاء. كل عام وانتم حيين بخير. هذه اول حلقه بعد العيد. باش نوليو كل يوم يا وليد، كل يوم. علاش مش ويكاند؟ علاش ماكش سبت وحد كالعاده؟ حطونا ويكاند نرفزنا، قلنا يا حسر على كل يوم. ردونا كل يوم، قلنا يا حسر على الويكاند. حطونا بارك انزين تذكر اكسيونس ناتوريل. عيدكم ما يقراوش حساب التوازن النفسي. التوازن النفسي هذا موجود في علم النفس، التوازن النفسي والتوازن الجسدي زاد السينوفي. هاك شوف انا البرونشيت مناش دخلت عليه سبت احد، ولينا بالاثنين دخل عليه شكشكه. معناتها انت سفيان ضحيت اداره الديوان. انا ضحيت عدم التوازن النفسي. والخبر المفرح يا وليد، ايواش رجع لنا النجم بلال المساوي بعد غياب طويل. مرحبا سفيان، مرحبا وليد، مرحبا سعدي، مرحبا نورس، مرحبا. تحيه ليك وتحيه اللي يسمعوا فينا الكل، وعيدكم مبروك. فوالا، ولابسه لبستك اليوم؟ ها ما عادش شو مطران. شنحوالك؟ اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بيك. والله انا شعر بسعاده كبيره وربي يستر. معناها واضح. نحب نقول لك يا بلال، عمل اربع حلقات ما تغشش بالكل. رايد قالب وما رجعش للدخان. سبحان الله. عيدكم مبروك نوفل، عيدكم مبروك ساعة، عيدكم مبروك الناس الكل، عيدكم مبروك. ثم حاجتين انا مستغرب الساعة من الشيء اللي حاطه على الطاولة، اليونيت الجديدة، اللوكاسيون. فما حاجة غريبة مكساك بتعرفتوا كجوالات يلعب في الرابطة الثانية. شكرا خطري بحيرة. لا شكرا خطري عرفتوا كجوالات بتاع الرابطة الثانية والرابطة الثالثة. هذا كان مش فيه برفان يبدا صابون في دون فيريس جاي في حتى ملبس داخليه. اللونيت فوق البوشيت. وليد فهمتني، يهاجمونك لانك مختلف. خليهم يهاجموا والاختلاف هو النجاح. ثاني حاجه في غيابك يا بلال، سمحت قصيت يدوش. انا يدوش في غيابك يا بلال زيد، ولا درجه الذكاء نتاعو طالع على الاخر. مانيش وين بعدك شفنا في الشعر صار. وحبيت نقول انه مطران يعني بحكم انه كنت في المغرب لقيت لك شوي حشائش وشوي حاجات باش نجيبهم لك ان شاء الله باش ترجع للتوازن النفسي نتاعك. هو بطل الدخان، حاجه ايجابيه. جبت حاجه اخيره في الدخان. ضخم ولا شيء في المضغ ولا السائل. ارجع للدخان. برشا جو، برشا اخبار. نبداو باهم الاخبار. ركزوا معنا كالعاده. وزير الشباب والرياضه يعاين سير اختبارات البكالوريا الرياضه. قضيه شبهه استدراج اطفال عبر الانترنت، تحديد هويه طفلين من بين الضحايا. الناشط السياسي مجد الكرباعي، التونسي الذي استدرج أطفالا مهاجر غير نظامي يعني حارق في إيطاليا. بودربيلا، سأكون أول مساندي سعيد في الانتخابات القادمة. انتشال جثتين والاحتفاظ بعدد من المنظمين والوسطاء والمهاجرين غير النظاميين. في زغوين، تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي. في العاصمة، الكشف عن شبكة غريبة مختصة في سرقة مهبات العيد من الأطفال. سوسة، الاحتفاظ بخمسة أشخاص بشبهة القتل العمد وتكوين عصابة تنشط في الحفر والتنقيب عن الآثار. شابة تونسية تعلن عن رغبتها العثور على زوج ثري عبر مكبر صوت على متن طائرة الخطوط التونسية. وزيرة التجهيز، سيتم إصدار قرار يمكن الوكالة العقارية للسكنة من اقتناء أراضي بأسعار تفاضلية. منظمة تحتاج أمام سفارة إيطاليا تزامنا مع زيارة ميلوني لتونس. حركة المسافرين عبر المطارات التونسية تزيد بنسبة 6.2%. الخبير الاقتصادي معز حديدان، تونس خسرت قرابة مليار دينار بسبب توقف عديد القطاعات عن النشاط في عطلة العيد. منظمة إرشاد المستهلك، كيلو جرام من اللحم العلوش وصل 54 دينار وهذا غير مقبول. في دراسة، مهنيو الصحة يهاجرون أساسا بحثا عن بيئة عمل أفضل أكثر من الدوافع المالية. صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من أمريكا، الرد الإسرائيلي على إيران سيكون اليوم. في اليوم 192 من العدوان على غزة، عدد الشهداء يرتفع إلى 33,797. والأمم المتحدة تقول الاحتلال منع وصول 41% من قوافل المساعدات إلى شمالي غزة. يلا سعدي، ما هو الخبر الخاطئ؟ والله أنا شك في زوز، باش نقول لك على واحد. يقول لي المرأة اللي تتلوج على راجل، معناها راجل ثري بالبوق. نعم خطأ، لأنه الخبر هو على متن رحلة جوية من ميامي إلى نيويورك، عندما خطرت لها فكرة عبقرية جريئة إلى حد ما.
قررت الاستعانه بمضيف طيران لمساعدتها. معناتها صارت هذه الحكايه ولكن في طائره امريكيه. فما خبر اخر وليد خاطئ يظل نتاع سرقه مهبات العيد للاطفال. نعم نعم لانه الشبكه مختصه في سرقه السيارات. والله حتى كان اسمه الكشف على عصابه لسرقه الدواج مش دواج العلالش العلالش موجودين ولا لقافة علوش اللوزة سرقوي والله هزلوا ناجح لا لا والله ناجح جيب في زوز كل عام ودوين انت ويش بكوت عسوش مانيش غادي انا مانيش غادي ما عادش عندنا لا زبريبة ولا كريشة وكنت بيت النوم مالا ولا وكنت بربينا عادش فهم على لي جاو عملوا حملة الحوت فهمتي ولا لمدوا ما كتب الله اخر واحد بني بني ايه بني بني وحديد والدنيا فهمتي كسروا له دخلوا هزوا يسرقوا لقيت على ليش عندك تصويرة النعجة عندك تصويرة النعجة بتاعكم تصويرة النعجة بتاعكم عندك تصويرة النعجة كان نايم عنش نذكرها تو النعجة خليها كان عندك تصويرة دخل نهبطوها حتى على الباج انه ان شاء الله يهديهم شي ناسي نهبطوا لحمها خطر اي مشوي تو وليد الخيري يلقى لك نعجة نبدو المرأة شدوها رب الحق ميش نكتة نوفل شدوها تسرق تسرق في العليلش والله سرقت علوش قالوا لك سرقتي 20 علوش قلت لهم والله شرقت علوش اما الاخرين تبعوا العلوش تلفت لي مراه معناتها ما خاتيني كان نحيتك البازار اللي قدام خير نضحك يلا سمعنا الفيديو نتاعك واعتقد انه فيديو مهم نسمعوا الفيديو بعد نحلوه يلا اللواج يبدا بجنب الكيران جماعه اللواج تقلقوا وعملوا قريف حسب رايكم علاش صعيبه شويه بيرا تقلقين شركه نقل علاش تقلقين شركه نقل قالوا لها راهو سومك الخاص برشا غالي مش فدك راه غير الحق كي صحيحه ما جمعت اللواج اللواج وقتها بخمس اللواج تاكب 6000 حقيقه ما ركبش فيها تلمو شوف تلمو ناخذ كان كار حقيقه ناخذ كان كار سوم اللواج ما نعرفوش اما اللي نعرفوا اغلى ب 1500 كي حاجه كيما معنا ب 6000 وحاجه الجماعه اللي يسوقوا في اللواجات قالوا راه شركه نقل تلمو سومها بعيده على سومنا العباد ما تجيناش وان بليس عندها سيرفيس طياره تقلقوا عملوا غريف وشركة نقل غليت شوية وقتها زاد وقتها كانت ب 4100 ولات ب 4900 حاجة كيما هكا اللي دوك اللي حاب نوصلوا اللي فما دي زيكزومبل نتاع شركة نقل عمومية تخدم في خدمتها والمواطنين معناها فرحانين وناس كل فرحانة صحيح اليوم الاسطول نتاعها بدا يقدم خاطر عندها مشاكل كيما كل شيء هذا الاكستري شركه نابل هي من الشركه جاي والنقل نابل من انجح شركات ونافي تونس نابل كبيره اما اش قولك صوفي اللي وجيت قالك قالوا الكيران غليوا شويه باش تصير منافسه يعني فما اتعس اي ما هو كيما نقولوا احنا مو صرحوا لهم اللي وجيت في العيد هزوا يتهبي تو مثلا احنا صفاق في بنيانة ما عادش يساعدوا الكورسه بقولوا احنا بدل 3000 فرنك ولات ما عادش تنجم تروح للصفاق الشبينيانه خاطر اللواجات مشاو يعني تمشي معاك قبل يرجعك صح يمشي انت شكون عندك في الشبينيانه؟ اللوزه لا لا نحكي جينيرا المهم انا العباد معناتها فهمتني ولا معناتها اللواجات حتى في يزيدوا في الصوم كيما يحبوا صحيح فهمتني؟ وش الكل؟ والله يعني باين نقول وش الكل؟ المعلومة اللي تصدم إنه شركة النقل بنابل زادت في السوق. معناها شنو؟ مش يحكموا فيك انت مش يحكموا فيك اربع مواطنين معناها يقفوا لك قدام الواحد بالله نورز انت شنو اللي تروح به ذاك الشيء تسمى اللي كوفاتوراج كوفاتوراج وصل 150 وزاد هبط راه بيبليكاسيون في المرويحه نهار قبل العيد بالنهار قال ب 150 دينار البلاصه شوف نوفر راني انا مانيش كي بقيه الكورونا نتاعك وخاصه وليد نتبع ونقرا وريدكم ونتفرج فيكم باش نعرف الاخبار دونك شنو اللي كان كوفاتوراج أي. 150 لا ما هو 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 في عالم اخر في عالم اخر مين لبيغ في الاخر يبقى كوفواتور يعني يقول لك انا كرهابي تحب تروح هاي ما تحبش في لمين في لبيغ اللي فما ناس قاعدين يتهموا معاه يعني باش يروحوا معاه وقابلين ب 150 دينار هذاك علاش هو زاد مع العلم انه الكوفواتيراج في فرنسا قانوني صحيح. معناتها تنجم عسيت انترنت تكتب وتهبط وتنجم تخلص حتى بالانترنت في حين في تونس غير قانوني وكانوا فيقوا بيك كوفاتوراج تخلص 800 دينار خطيه صحيح علاش ماهوش قانوني في تونس الكوفاتوراج معناتها انا ماشي مثلا ريت في الدخله نتاع لوتروت برشا كراهه بيجاري وحتى كان عندنا اربع كراهه بنمشيو في كرهبه بركه قل مصروف وكان علاش الكوفاتوراج علاش ماهوش قانوني في تونس هذوما النقاط التخلف اللي فدوني معناتها توا انا يا خويا انا نخدم في مخي انا نمشي تونس بنزرت نصرف في 20000 كي نهز معايا ثلاثه يعاونوني نولي نصرف كان 10000 علاه ما نعملهاش
علاش غير قانوني؟ علاش نضطر نكذب على البوليس يقول شكون هذا؟ نقول ولد عمي ولد خالتي ولد ما هو فرد لقب ولا فرد ولايه ولا فرد ما هو زاد تلقاهم لهنا جماعه الواجهات كانت توافقني وطران يولي من بعد يقول لك انا كان الدوله كان باش نسيب لا ما يقول لك الدوله كان باش نسيب انا تقوموا لي جماعه الكيران كيقوموا لي جماعه اللواجهات ما غادي باش تعمل بليل انا مواطن بريوي يسكروا الناس بالواجهات هذا في كل العالم كان فاهمك هي هذاك ماكش في كل العالم انت في تونس الحمد لله العالم في بلاصه وحنا في بلاصه سمعنا الفيديو نتاعك ساعتي الفيديو نتاعي انا ثم اجابات حلوه برشا معناها مقنعه نسمعوا اجابه على سؤال يا الحبشي خويا سمعت عندكم فيضانات ومطر تصب يا اخي لاباس صاحبي جيبوا برافو صاحبي برافو صاحبي يلا سفيان سفيان سمع كما تعرفوا احنا ديما ما تعرفوني الفيديوهات تجي في وقتها احنا تعرفوا برشا تو ما ترش احنا تعدى 8 معناها شنو الفيديوهات تجي في وقتها اسكت يا تفا متذكر فيديو نتاعك ولا نسيت بيان سور نتذكر تعرفوا اللي احنا داخلين على انتخابات وبرشا ناس قاعده ترشح في روحها من الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله ربي يوفق الجميع كيف لا 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 واش تقول لي ربي يوفق الجميع شو ولو 15 رئيس يا دين لازم عندك المترشح لازم عندك مترشح واحد انت تقول ربي يوفقه بدهم يقدم روحه للترشح ربي يوفقهم جميعا انا نقول كان عندك مترشح في مخك ما عندوش قر قول ما عندوش وحتى كان عنده انا ما نخليهوش ارجع عندي ايها الشعب الصابر العظيم من مات ابوه فانا ابوه ومن مات اخوه فانا اخوه ومن ماتت امه فانا امه ومن تهدم بيته فانا له السكن طيب يا فخامة الرئيس والذي زوجته ماتت ايش يسوي ها لك يا عسكري طلعوا برا طلعوا برا شعب فالحين اللي بالانتقادات على فكرة شكرا على ضميرك نور سمعنا الفيديو باش نسمعكم اكستريل صانع محتوى دخل مع زميلتنا مريم سليمي في هنا في ديوان كيف حكي على المقرونة اللي هي ناس كل تعرف هي اصلها طلياني وي مي طلعت حسب ما يقول هو انها اصلها تونسية نسمع إيطاليا بوجنا فتونسي بيأكل مكرونة والخبريات رحت عملت بحث إنه ليش فتونسي بيأكل مكرونة طلعوا إنه تاني أكثر عالم بيأكل مكرونة بالعالم والخبريات وأنا كنت شوي هيك لأنه أنا بكتب بعمل أرتكس بكتب بخصوص عن أصل الأكل والأكل جميل رحت شوي أبعد إلى أن اكتشفت المفاجأة الكبرى إنه اليوم تونس كانت هي البوابة اللي فوت المكرونة على إيطاليا مش إيطاليا فوت مكرونة العكس معناتها هون بيجي دور القضايا اليوم غالبا تونس لما احتلوا سيسيليا فوتوا معهم زراعة القمح القاسي بسموه درمويت وصناعة الإترية وصناعة المكرونة المجففة يعني الفرينة مخلوطة بالماء المجففة بعدين مطبوخة وستاجتي مثل ما تشوفيها اليوم هاي المطاولة أنا صدمت وليد يا حليلي أنا أخوي علي حول سنين ونسي من المكرونة التالية طلعت بتاعنا الغشاشة يغشوا فينا ويجيبونا في الزبلة والمكرونة طلعت بتاعنا والبيتزا قالك من رادس البيتزا بتاعنا مرنقية البيتزا وش اسمها الاخرى قالك لا وليد مخيتو وليد قلت لك اعمل بك اعطيني اكثر تراه باش نعاود باش نوريك اللي احنا نمثلوا اعطيني اكثر دمار متاثر انه المقرون طلعني اكسيون والله مانيش مصدق انا في والله اليوم علاش وليد شو معناتها بلادنا وخيراتنا معناتها ماشي هكاك معناها علاش مقرونه طلعت بتاعنا معناها طلعي نسبوا فيها الارواح معناها ليه معناها شو السبب عليه معناها شبينا نحن هاي طلعت بتاعنا تاريخنا الكل معناها تاريخ كبير معناتها ليك احسن كوميدي سفيان كاحسن كوميدي في رمضان السنه وتم اختيارك مبروك شنو تقيموا في الدراما انا في الدراما كذا كما قال في الدراما الفيديو بتاعي كي تقوم فهمتني مهمش تفهم رمضان من العيد مش فما اليوم ويعرضوك التلفزه فهمتني ولا ويسالوك عواشرك عارف اليوم شنو كاين؟ شنو كاين؟ ها؟ شنو كاين؟ كورة ولا؟ لا ماشي الكورة. وعلاش أنا قلت لك بركة واشرك؟ الله يبارك فيك. عاشورة. اليوم شنو هو اليوم بالضبط؟ اليوم الحد. اليوم الحد. اليوم ماشي الحد. السلام عليكم. واش يلا فايق؟ يلا فقت من الناس. يقول لي هذه ذكرني شنو؟ هذه جبتها معاك الفيديو. ذكرك بالجو اللي كنت فيه. لا شنو ذكرني معاك؟ هاي فيق لي يا بليل فيق لي. شنو هو؟ جيت لتونس راهو. هي. هاي الشيء هذا ممنوع في تونس.
شو الناس اللي داخله بعض صباح راقد صباح راقد يلا نمشيو فاصل وبعد نبداو فقراتنا اللي تعودتوا بهم هذه ديما لاباس ساعه على ديوان فهمها.